بالتعاون مع جامع أحمد إسماعيل برعاية الشيخ عمر سلطان الحيالي، قامت ثانوية صلاح الدين الأيوبي بإقامة بطولة بكرة المنضدة بين كل من الثانوية صلاح الدين الأيوبي وسعد بن معاذ وأبي أيوب الأنصاري. هذه تأتي ضمن نشاطات ثانوية صلاح الدين الأيوبي لإثراء وإمكانية الطلبة وربط العلم بالعمل ورفع روح التنافس بين طلبة هذه الثانويات المباركة. إن الثانويات الإسلامية في نينوى إذ تقوم بإقامة هذه النشاطات لبث روح التسامح والتعاون بين أفراد الثانويات الإسلامية التي هي إحدى منظمات إحدى الدوائر التابعة لديوان الوقف السني لتنمية روح المشاركة الفعلية بين الطلاب. هذه الفعاليات أو هذه البطوليات من شأنها أن تقوي مهارات الطلبة وتدعم المواهب، فضلا عن التواصل بين المدارس الإسلامية. كذلك من شأن هذه البطولات أن تخرجنا من الروتين الدروس، لأنها تعتبر من النشاطات اللا صفية ولها فوائد كثيرة، يعني يضيق المجال بذكرها، فوائد بدنية، فوائد مهارية وحتى معرفية. ومدارسنا الإسلامية إذا نعرف بها تعريف بسيط، هي تابعة للوقف السني، والآن إن شاء الله سيعترف بها وتحسب مع الفرع الأدبي، أي يقبل طلابنا في الجامعة في الكليات والمعاهد التي تستقبل الطلاب من الفرع الأدبي بمدارس التربية. اليوم يرعى جامع أحمد إسماعيل بطولة لثانويات إسلامية بكرة المنضدة. احنا الان اليوم في ثانويه صلاح الدين، وكما تشاهدون اليوم بالحضور الكريم الان ستقام هذه المسابقه النهائيات بحضور كادر المدرسه، ونقدم لهم شكر جزيل على الاستعداد والتجهيزات اللي قاموا بها هذه البطوله. طبعا هذه البطوله كما تفضلنا برعايه الشيخ الفاضل عمر سلطان الحيالي امام وخطيب جامع اسماعيل. هذا الجامع كما قلنا طبعا له نشاطات متعدده، حيث قمنا بتوزيع القرطاسية والملابس والكسوة دائما على المدارس وعلى الأيتام ضمن نشاطات الجامع الغير الدينية، حتى نوصل رسالة للناس أنه الجامع هو فقط مو مكان للعبادة، وإنما أيضا هناك نشاطات أخرى متنوعة.